أعلنت وزارة المالية على انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وده لأول مرة في تاريخ مصر. تفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف الأستاذ رجب محروس المتحدث باسم مصلحة الضرائب بوزارة المالية. صباح الخير يا أستاذ رجب. صباح النور يا فندم، وصباح النور على السادة المشاهدين والسادة المستمعين، وصباح الخير على أسرة البرنامج. اهلا بحضرتك معانا يا استاذ رجب. يعني بدايه خلينا نعرف من حضرتك في البدايه عن اهميه هذه المنظومه، وما هي هذه المنظومه، وهل بالفعل تم تطبيقها؟ نعم يا فندم، بالفعل تم تطبيقها، بس في البدايه لازم نقول ان كان يوم 15/11 يعد يوم تاريخي في جمهوريه مصر العربيه، وهو يعد يوم ميلاد جديد للحكومه المصريه من خلال تحقيق اهداف الدوله، ومن خلال تحقيق سياسة وزارة المالية لتحقيق هدف الدولة بأكملها، حيث أن الفاتورة الضريبية تعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي قامت بتطبيق نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وهي رؤية مصر 2030 حتى تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة. والفاتورة الإلكترونية ما هي عبارة إلا عن بيان مستندي يحقق البيانات والمعلومات الخاصة بالمعاملات التجارية بين التجار بعضهم البعض، وبالتالي تكون مصر أو تكون الدولة على علم في ذات الوقت بهذه البيانات والمعلومات حتى تقوم وتستطيع بحصر الاقتصاد الذي يدور داخل الدولة المصرية. تمام. الفاتورة الإلكترونية لها طرفان، طرف بائع وطرف مشتري. الطرف البائع بيقوم بإصدار الفاتورة الإلكترونية، ويقوم هناك طرف وسيط بتلقي البيانات والمعلومات، ثم تقوم بإرسالها إلى مصلحة الضرائب المصرية. نعم. وبناء على ذلك تكون مصلحة الضرائب المصرية تكون على علم ودراية بكافة البيانات والمعلومات التي تتبادل بين التجار بعضهم البعض. والفاتورة الإلكترونية لها نظامان. النظام الأول الذي تم تطبيقه بالفعل وليس تجريبي كما يقال، ولكن التطبيق أصبح فعليا اعتبارا من 15/11/2020. نعم. أما الاختبار المرحلة التجريبية فانتهت في 30/6/2020، وهي من خلال 6 شركات كانت هي الأكثر اهتماما بذلك. ثم صدر قرار معالي وزير المالية بإدراج 134 شركة اعتبارا من 15/11/2020 بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في النظام المالي والمحاسبي بهذه الشركات، وهو ما بدأ بالفعل، وتم إصدار أول فاتورة إلكترونية، وتم بالأمس عقد مؤتمر صحفي مع معالي وزير المالية والسادة الشركات والسادة الصحفيين والسادة الإعلاميين لإعلان اليوم التاريخي الذي حدث في مصر، وهو استخدام مصر لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي يعد هذا سبق لمصر في التحول الرقمي، لأن الفاتورة الإلكترونية أحد محاور التحول الرقمي، والتحول الرقمي هو استبدال النظام الورقي إلى النظام المميكن، ونظام المميكن هو هدف من أهداف الدولة، ووزارة المالية قامت بوضع السياسات الخاصة بتطبيق أو تحقيق أهداف الحكومة المصرية من خلال عدة إجراءات، منها أولا كان الإقرار الضريبي وتم تطبيقه بالفعل اعتبارا من عام 2018، ثم بدأت مرحلة الإقرارات الضريبية للمرتبات ومحكمة، ثم الإقرارات الضريبية لنماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، والمرحلة الرابعة وهي تطبيق الفاتورة الإلكترونية، والمرحلة الخامسة ستبدأ قريبا بإذن الله، وهي
الإجراءات المميكنة داخل جمهورية مصر العربية، والربط والتكامل بين الوزارات والمصالح داخل جمهورية مصر العربية. طيب. كما حضرتك أشرت، ما هي فوائد هذه الفاتورة الإلكترونية؟ أول فائدة أن تكون الدولة على علم بقيمة وحجم الاقتصاد داخل جمهورية مصر العربية، وبناء على ذلك هيتم حصر الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، وهو هدف من أهداف الفاتورة الإلكترونية وهدف من أهداف الدولة من خلال تحقيق العدالة الضريبية بماج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وبالتالي بتزيد قيمة الحصيلة الضريبية إلى الناتج القومي، وبالتالي لا يتم ثبات سعر الضريبة ولا يتم رفع سعر الضريبة على الممولين المسجلين، لأنه عندما يتم إدماج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي ستكون الحصيلة الضريبية أعلى وتبقى للموازنة العامة للدولة، وبالتالي لا يكون هناك عجز أو اللجوء إلى التمويل من خلال الاقتراض أو من خلال طرح سندات، حيث أنها تستطيع الدولة تحقيق النمو والاقتصاد الذي تشمله. عندما يكون هناك موارد متوفرة لدى الدولة تستطيع الدولة الإنفاق على التعليم، تستطيع الدولة التوسع في الفصول المدرسية، تستطيع الدولة في إنشاء جامعات أكثر حتى يكون هناك معدل الجامعة لعدد الطلاب نتقترب من المعدلات العالمية. برضو يكون هناك توسع في الاستثمارات لفتح فرص عمل وتقليل نسبة البطالة التي قلت في الأعوام السابقة بنسب عالية جدا وملحوظة. برضو نتوسع في فتح المستشفيات بحيث يكون هناك خدمة صحية متميزة لجميع أبناء ربوع الوطن المصري. برضو هتأدي هذه الفاتورة الإلكترونية إلى تقليل ما إذا كان هناك شركات وهمية، أيضا هتؤدي إلى تخفيض التهرب الضريبي، أيضا هتؤدي إلى تحقيق التكامل داخل الدولة المصرية، هتؤدي أيضا إلى نظام الفحص عن بعد، هتؤدي أيضا إلى توفير البيانات والمعلومات لدى متخذ القرار، هتؤدي أيضا إلى حصر المخزون السلعي داخل الجمهورية مصر العربية من خلال تتبع حركة المشتريات وحركة المبيعات، سواء كانت هذه المشتريات من خلال الاستيراد أو من خلال السوق المحلي. بالتالي تستطيع الدولة أن تعرف كمية المخزون السلعي داخل الدولة وداخل، وكذلك الشركات تستطيع الشركات أن تتعرف على حركة المخزون داخل الشركة، ومتى يتم توفير أو الاستيراد أو الإنتاج بمعدلات أعلى عن الطاقة الإنتاجية للمصنع، أو ما إذا كان هناك تعرف على حجم السوق المصري لرغبة الشركات في التوسع من خلال إدراج أو من خلال إنشاء خطوط إنتاج داخل المصانع. طب أنا أخذ من كلام حضرتك بس وأكد على فكرة أنه فكرة أن الفاتورة الإلكترونية دي هتقضي بالفعل على فكرة التهرب الضريبي والفواتير الوهمية. طبعا يا فندم هتؤدي إلى دخول يعني المرحلة التي تقدم قلنا اللي هي حاليا المطبقة التي تبعت بالفعل من يوم 15-11 هي الفاتورة التي تصدر من بي تو بي، أي من عميل مسجل إلى عميل مسجل آخر، وبالتالي بيتم حصر ومعرفة ما إذا كان هناك شركات وهمية بتقوم بإصدار فواتير لم تكن مسجلة هذه الشركات على قاعدة بيانات المصلحة، وبالتالي بيتم التقليل من هذه الشركات. طيب. أيضا هتؤدي إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، بمعنى أن إذا كان هناك مشتري يتقدم إلى الشراء من عميل مسجل فبالتالي لا يمكن له أن يحصل على مشتريات من هذا العميل إلا إذا قام بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب وأصبح له رقم سجل أو تسجيل ضريبي يستطيع التعامل مع البائع الذي يقوم هو بالشراء منه. بمعنى إذا كان ألف
مسجل لدى مصلحة الضرائب وبه غير مسجل لدى مصلحة الضرائب، وإذا أراد المستثمر أو المشتري به بالشراء من ألف فلا يستطيع إلا إذا قام بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب لكي يستطيع الحصول على ما يرغبه من سلع وخدمات من الطرف ألف. وبالتالي زي ما حضرتك أشارتي إن هو يتم حصر الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي من خلال الفاتورة الإلكترونية، لأنه ليس لا يستطيع أن يحصل على ما يرغبه لنظام تجارته من جل إلا إذا قام بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية. بشكر حضرتك جدا يا أستاذ رجب على كل هذه المعلومات. بشكرك جدا أستاذ رجب محروس المتحدث باسم مصلحة الضرائب بوزارة المالية. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات.